بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الجزء الرابع من سلسلة دروس الآيس لعمل قطرات المياه. في هذا الدرس بإذن الله سنقوم بعمل الخامات، وقبل أن نعمل الخامات طبعا الدرس كامل سيكون عبارة عن جزئين إن شاء الله. الجزء الأول سنقوم بتحويل الجزيئات إلى قوام سائل، يعني يسمونه بلب، يعني كأنها قطرة لها قوام القطرات اللي كما هو معروف من خاصيتها التوتر السطحي، مقاومة يعني تفتتها. طيب، ثم بعد ما نعمل البلب نقوم بإضافة الخامات، وعندنا طبعا نوعين من الخامات، خامة في الإضاءة العادية وخامة ستضاف إذا استخدمنا الفاينل كذا. طيب، فهذا الدرس إن شاء الله ببساطة. لن أعمل ريندر لوجود مشاكل عندي في عمل الريندر. شاهدوا معي هذه النتيجة الأولى بإعدادات مبدئية. لاحظوا معي الانعكاس راح نتكلم عنه وحدود القطرة، هذا في حالة الإضاءة العادية. وهنا عفوا وهنا في حالة الفاينل جذر، طبعا تحتاج تعديلات كثيرة، ولو أخذناها من زاوية أخرى ستكون أجمل. طبعا نعمل له ريندر إن شاء الله اللي هو الإضاءة العادية حتى يكون أسرع من الفاينل، وإذا أردنا أن نعمل الفاينل أيضا يوجد طريقة لتسريع الريندر. طيب، دعونا نبدأ على بركة الله. آخر شيء وصلنا له في الدرس الماضي، لو حددنا ندخل على الآيس آرت 9، آخر شيء عملناه وضعنا العبارة الشرطية ان الجزيئات تقتل في عند وصولها للسطح. نقوم الان بتحويل البارتكل الى بلبي. نذهب الى البارتكل هنا، وخلونا نخلي الريت تقريبا 5 جيد كما كان، والحجم 3×10 كما هو، لكن هنا نحولها لبلب. طيب، واضح، ونقفل. هذه أول خطوة عملناها. الخطوة الثانية لنقوي البلب اللي وضعناه للقطرات، سنعمل خطوة ثانية اللي هو نذهب هنا ونكتب البي أنبطنين، نحول اللغة إلى إنجليزية، بلب، هذه البلب. طيب، نسحبها، عفوا من هنا نسحبها ونضيفها قبل القوة حتى هي تتأثر بالقوة، يعني نريدها أن تتأثر بالقوة، فنضيف منفذ عندنا أسفل هذا المنفذ. طيب، ونضيف البلب. أنت جرب القيم، سنجعل القيمة 20 حتى نكبر التداخل والاندماج ما بين القطرات في النهاية. الآن تقريبا انتهينا من الخطوة الأولى وهي تحويل البلب. دعونا ننتقل للسلايد. قلنا سلايد دائما نذهب له. طيب، هذا سلايد، خلونا نجعل هذه كما كانت 8 أو 7. طيب، ونشاهد ما الذي يحصل معنا. نجرب أرقام، ونجرب 4×10 إلى أن ترى الرقم المناسب عندك، وإذا احتجت تصغر البارتكل تستطيع أن ترجع لها وتصغرها. طيب، الآن دعونا ننتقل للجزء الثاني وهو إضافة خامات للبارتكل. الآن انتهينا من قضية التحكم بقوام البارتكل. جيد، الآن من السين تختار البوينت كلاود، أو في طريقة ثانية لاختيار البوينت كلاود إذا كانت غير مختارة، والآيس لن يظهر معك إلى أن تختار بوينت كلاود. تشغلها ثم توقفها هنا، لازم توقفها قبل أن تصل لل أو تختارها من السين. لاحظتوا اخترتها هنا، نضغط رقم 7 التري. هذه الآن الخامة الملتصقة فيها. طبعا الآن عندنا في الإعدادات الريندر المنتري
نلغي الفاينل جذر. طيب نستخدم إضاءة، سنضيف إضاءة بعد قليل، لكن دعونا الآن نتحكم بالخامة. الخامة الآن عندنا خامة فونك. طيب دعونا نختار البوينت كلاود ونتأكد أن الجريد غير مختارة، تمام، اللي هي الجريد اللي تنبعث منها. ثم نعطيها، خلونا نمشي، خلنا نفتح معرض الخامات جنرال ريندرنج ماتريال مانجر. خلونا ننشئ خامة جديدة، فونك نسميها دروب، تمام، إن شاء الله إنها صحيحة العبارة. طيب ثم نقوم ب assign material to selected object، تمام. بعد ذلك شوفوا لما أعمل تحديث، هذه أتت عندي الخامة، نذهب ونختار. طبعا الآن في حالة الإضاءة العادية قلنا نختار خامة، وفي حالة الإضاءة الفاينل نختار إضاءة أخرى بالإلومينيشن. نختار إنسيدنس ونضيفها للترينز ترانسبيرنسي، يعني الشفافية هنا، تمام. ثم نقوم بتعديل القيم هذه، لما تغيرها وتتحكم فيها رايح تلاحظ أن حدود الفقاعة تغيرت معك، نجربها والجين كذلك. هذه القيم مناسبة إن شاء الله. نذهب الآن للفونج ونغير هنا، طبعا هذه الآن مقاد الكلر له قائد اللي هو الانسيدنس. طيب نذهب للاندكس اوف ريفراكشن اللي هو الانكسار، ونجعله طبعا انكسار الماء الطبيعي 1/3، تمام. فجعلناه 1/3. اذا اردت ان تضيف بلور من هنا تزيد، والسامبل تزيده يعطيك نويز تقريبا، لكن نتركه بهذا الشكل. او تستطيع ان تزيد الجلوسي، طيب تستطيع انك تزيد الريفلكشن. خلونا نزيد الريفلكشن، نضغط كنترول ونختار ونجعلها تقريبا 200 وزيادة مثلا بهذا الشكل، انعكاس كبير، او 225. بهذا الشكل نكون اعدينا الخامة 100%. و ترانسبيرنسي قلنا مقيودة من خلال الانستنس اللي هنا. الآن لو أجرب أعمل ريندر، مع أنه يعني دائما أواجه مشاكل مع برنامج التسجيل، لاحظوا معي، جيد يعني ظهرت، بس طبعا بقي الإضاءة. دعوني أضيف قطرات، عفوا الآن انتهينا من الخامة الأولى. دعوني أضيف الآن إضاءة بريمتيف لايت انفينيتي. الانفينيتي طبعا عبارة عن إضاءة موجهة. طيب دعوني أضغط حرف الفي، هذه الإضاءة كما تشاهدون. هذه طبعا تتعامل مثل الدايركشن لايت، تتعامل مع ماذا؟ نطفي الهيد لايت عشان نرى، تتعامل مع ماذا هذه؟ تتعامل مع التدوير، واضح؟ تتعامل مع التدوير. لاحظوا معي ما الذي يحصل للورقة الآن، 90 درجة تقريبا، يعني في عز الظهيرة. نحاول أن نجعل اللون تقريبا في زراق قليلا، ونخفف الإضاءة يعني، والإضاءة هذه الأولى نجعلها بدون ظلال، لا نفعل الشادو. نضغط كنترول دي يعني ناخذ نسخة منها، نضغط حرف في ونوخر النسخة هنا ونضغط
نغير اتجاهها، الاتجاه اللي نراه مناسب نجرب، ونضغط انتر حتى نغير اعداداتها ونجعلها تقريبا دافئة نوعا ما، يعني قريبة من اللون البرتقالي بهذا الشكل، ونزيدها مثلا يعني 1.4، نفعل الظلال ونقلل الامبرة للظلال. طيب نشوف معانا كيف يظهر المشهد. انت تستطيع ان تتلاعب وتقلل الاضاءة وتبعد الاضاءة بالشكل اللي تراه مناسب. طيب ملاحظة، هذه اللي في الاعلى لو ضغطنا رقم 7، لا اريد اشتتكم، نريد ان نغير، لاحظتم انتم قبل قليل فيه اظلام، يعني فيه ظلام في الاعلى، ليش؟ بسبب ان الاضاءة الانفينيتي تأتي من خارج الكورة اللي وضعناها، من يعني ما لها مصدر محدد الانفينيتي، فلذلك لما تمر عبر هذه تعطي ظلال. فماذا نفعل؟ نذهب نلغي الظلال منها، فنختار خامة كونستانت. هذه الخامة الكونستانت ممتازة جدا. ماذا تفعل؟ تقوم ب لا يكون لها ظل. فبسم الله نختار الصورة من جديد، سماء. طيب لاحظوا معي، إن شاء الله سيكون أجمل. لاحظت السماء ظهرت والوضع يعني أفضل من أول. طيب دعونا نضغط هنا ونشاهد. تمام، والقطرات جميلة أيضا، يعني حتى الحمد لله ظهرت معي الآن حتى لو اقتربنا. طيب الجريد لو ما بغيتها تظهر تختارها، تضغط انتر، ليس انتر عفوا، تضغط F3 طبعا ضغطنا، ثم الفيزيبيليتي، أو نضغط هنا ونختار أنها ما تظهر في الريندر. طيب لاحظوا معايا الجريد لن تظهر. طيب الآن تقريبا هذه إضاءة عادية وأنت تتحكم فيها وترى المناسب وتبعدها وتدورها. الآن لو فعلنا الفاينل جيذر، دعونا نحدث، احنا الحين مختارين البوينت كلاود. لو اخترنا الفاينل جيذر ماذا نفعل؟ نقوم بأخذ الخامة من الإلمنيشن، خامة هذه الخامة، ونبدلها بدل الفونج سيرف شادو فوتون. هذه الخامة رائعة جدا، تستخدم في الفاينل جذر. لاحظوا معي ماذا حصل للقطرات، تغير شكلها. نقوم الآن بالتعديلات نذهب طبعا هنا تاخذ وقت تشوفوا اعدادات كثيرة جدا. نزيد، لاحظوا معي التغير مباشرة، نزيد كما تشاء، ترى انه مناسب. هنا 1.3 كما اخبرناكم تقريبا. ايضا الريفركتي هنا ننقصها في الانعكاسات تقريبا، ونقدر هنا نزيد نتحكم هنا بالفيسنج، نزيده ونقلل الجلوس حتى لا يكون فيها نويز كثير. طيب طبعا لازم، احنا ما فعلنا الفاينل جذر، لو فعلنا طيب واقتربنا كثير من القطرات لنشاهد. بسم الله، بهذا نكون انهينا الدرس. طبعا لو اردنا نستخدم اضاءة عادية نفصل الارتيكل
ونضيف بدالها، لأن عفوا أنا نطقي أحيانا في غلط إنجليزي. لاحظوا معي القطرات. طبعا أنت نسينا نعمل نقطة مهمة، الآن أخبركم ما هي. في الفاينل جذر، لاحظوا معي في إكسبوجر، في احتراق للصورة، نحذف الإنفينيتي والإنفينيتي هنا، تمام. لاحظوا معي، بسم الله، استغفر الله العظيم. طبعا إن شاء الله الدروس القادمة نبدأ بتحريك الكاميرا، ونبدأ إن شاء الله نعمل ريندر وكومبوزيت، وأمور إن شاء الله تحوز على إعجابكم ورضاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في الدرس الفائدة والمتعة. طبعا لاحظوا معي انعكاس، انعكاس قوي نستطيع أن نعدل فيه، حتى لو أردت أني آخذ لقطة أخرى للقطرات بشكل يعني أفضل بهذا الشكل. نشوف كيف يخرج معنا، لا أريد أن أطيل في الدرس. شوف كيف الناتج. طبعا تستطيع أن تعدل في الإعدادات كما تشاء. أتمنى أن تكونوا قضيتوا وقت ممتع. إن شاء الله بقي علينا الأنيميشن الكاميرا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكومبوزيت، ثم الريندر النهائي، وهي مرحلة جميلة إن شاء الله تستفيدون منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظوا معي جمال القطرات، وكيف الانكسار، كيف زاد من حجم الغصن. لاحظت الانكسار، صار انكسار للغصن من خلال الماء، يعني واقعية ممتازة، وراح تكون أجمل لما تتجمع القطرات، ولما نخفف من انعكاس ال نستطيع أن نضغط 7. هنا عندنا نقدر نقلل من القامة، بس أنا ما أدري وين القامة، أو نرفعها. هنا لاحظوا معي، أنا ضغطت على الصورة، أذكر موجود القامة لها قيم، بس والله ناسي أين. عموما إذا حصلناها أخبرناكم إن شاء الله يكون الدرس. طبعا هذا لو كانت HDR، و HDR أفضل من السماء، تعطيك جودة أعلى للصورة، لكن أنا ما وجدت صورة HDR، فأنتم تضعون HDR وراح تأتي مع الصورة قيمة القامة، تخففها تزيدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.